السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي. النهاردة بإذن الله هنبدأ في مادة الرياضيات، هنبدأ في درس قياس الأطوال. الأول يا سنة تانية عايزين نفهم مفهوم قياس الأطوال. مفهوم قياس الأطوال بسيط جدا. أنا دلوقتي قياس الأطوال بينقسم عندي إلى قسمين، رقم واحد قياس الأطوال القصيرة، رقم اثنان قياس الأطوال الطويلة. طيب أول نقطة، يعني إيه قياس الأطوال القصيرة يا سنة تانية؟ قال لي قياس الأطوال القصيرة معناه إيه؟ قال لي دلوقتي أنا ماسك القلم في إيه؟ في يدي، صح؟ طيب أنا لو قلت لك المطلوب منك إن أنت تقيس طول هذا القلم، طيب هقيسه إزاي يا ميس؟ قال لي هقيسه بإيه؟ بالمسطرة. يبقى أنت دلوقتي معاك القلم، صح، ومعاك المسطره. طيب المسطره ديت هتقيس بيها ايه؟ هتقيس بيها طول القلم. ايه ده؟ يعني انا دلوقتي لما عاوز اقيس طول القلم استخدم المسطره؟ ايوه. يبقى اذا لازم نفهم اول نقطه ان دلوقتي الاطوال القصيره، قياس الاطوال القصيره زي ايه؟ قال لي مثال زي قياس طول القلم، قياس طول الكتاب بيقاس بايه؟ بالمسطره. بيقاس بايه؟ بالمسطره. وبلاحظ كده عندي في المسطره، لو كده دققت في المسطره اللي عندك هي مقسمه الى ايه؟ مقسمه كده الى سنتيمترات. يعني ايه سنتيمترات؟ قال لي ان السنتيمتر دوت هو وحده قياس الاطوال القصيره. يبقى يعني ايه سنتيمتر؟ قال لي السنتيمتر هو وحده قياس الاطوال القصيره. طيب اكتب يا ميس الكلمه الكبيره دي كلمه السنتيمتر كلها؟ لا، كلمه السنتيمتر ديت عملنا ايه؟ قال لي ان كلمه السنتيمتر بنختصرها الى سين ميم. يبقى سين ميم هي اختصار لكلمة السنتيمتر. يبقى أول نقطة في درسنا النهاردة يا سنة تانية هي إيه؟ أول حاجة إن تقاس الأطوال القصيرة بإيه؟ بالمسطرة. طيب وحدة قياس الأطوال القصيرة هي السنتيمتر، واتفقنا وقلنا مثل قياس طول القلم أو طول الكتاب. هننتقل يا سنة تانية مع بعض إلى إيه؟ إلى النقطة الثانية وهي قياس الأطوال الطويلة. طيب يبقى أنا لما اتفقنا مع بعض إن إحنا عندنا قياس الأطوال نوعين، في قياس الأطوال القصيرة، رقم اثنان قياس الأطوال الطويلة. قياس الأطوال الطويلة لو قلت لك مثال زي إيه؟ قال لي زي طول الفصل. أنا دلوقتي عايزة أشوف طول الفصل ده قد إيه؟ أو مثال قياس طول الباب، أو قياس طول المباني اللي إحنا بنشوفها. طيب مش كل ده انا محتاج ان انا اقيسه؟ طيب يا ترى انا قياس الاطوال الطويله زي قياس الاطوال القصيره، يعني ينفع اقيس طول الباب او طول المبنى او طول الفصل بالمسطره؟ لا طبعا. قال لي ان قياس الاطوال الطويله بيقاس بالمتر. يبقى قياس الاطوال الطويله بيقاس بايه؟ بالمتر. طيب المتر يا ميس ملهوش اختصار زي السنتيمتر؟ انا في السنتيمتر قلت لك ان الاختصار اللي هو السين ميم. قال لي برضو المتر ليه اختصار وهو ايه؟ حرف الميم. يبقى حرف الميم هو اختصار لكلمة متر. يبقى اوعى ننسى سنة تانية ان قياس الاطوال الطويلة بيقاس بايه؟ بيقاس بالمتر. والمتر قلت لك ان هو ايه؟ بعمل له اختصار اللي هو حرف الميم. يبقى اول ما تلاقي ميم تعرف المتر. يبقى اذا كده نركز مع بعض يا سنة تانية ونعرف ان انا عندي ايه؟ ان المتر اكبر ولا السنتيمتر يا شطار؟ لا ده المتر اكبر. ليه؟ لان المتر هو الكبير، هو اللي بقيس بيه الأطوال الطويلة. يلا بقى مع بعض يا سنة تانية يا شطار، زي ما قلت لكم ان احنا لاحظنا لما شرحنا قياس الاطوال القصيرة وقياس الاطوال الطويلة عرفنا السنتيمتر وعرفنا المتر. قلت لك مين اكبر؟ المتر. يبقى عرفنا ان المتر اكبر من ايه؟ من السنتيمتر. وفي ملحوظة مهمة تحفظها كويس جدا. الملحوظة ديت ان الملحوظة بتقول ان المتر يساوي 100 سنتيمتر. يبقى المتر يساوي 100 سنتيمتر. يبقى اوعى تنسى الملحوظة دي لان مهمة جدا وهنستخدمها في المسائل بتاعتنا ونحفظها كويس قوي. مع بعض يا سنة تانية في حل التمارين. السؤال الاول، اكمل 2 متر يساوي 2 متر يساوي
كام سنتي؟ طيب نركز بقى مع بعض كده، هو دلوقتي كتب لي ايه؟ 2 ميم، صح؟ وقلنا كده مع بعض ان ميم اختصار لايه؟ لمتر. جميل، يساوي كام سنتي؟ قال لي هو ما كتبش السنتيمتر، كتب سين ميم، والسين ميم اختصار للسنتيمتر. طيب 2 متر، وقلنا ان المتر بيساوي ايه؟ المتر بيساوي 100 سنتي، يبقى 2 متر بيساوي ايه؟ 200. الاتنين متر بيساوي ايه؟ 200. طيب تحتيها بيقول لي ايه بقى؟ 5 امتار يساوي كام؟ 5 امتار، على طول كده تحفظها بطريقة كده مباشرة، ان 5 امتار بيساوي 500 سنتيمتر. طيب 600 سنتي، خلي بالك هنا بقى، هنا عكسني المسألة علشان يعرف احنا مركزين ولا لأ. 600 سنتي بيساوي كام امتار؟ قال لي ان 600 سنتي، عشان احنا مركزين وفاهمين، 600 سنتي يساوي 6 امتار. يساوي كام؟ 6 امتار. لما يجيب لك سؤال يا سنة تانية مباشر جدا، بيقول لك ايه؟ ارسم خطا طوله 4 سنتي، هنعمل ايه؟ قلت لك ان انا بستخدم المسطرة لقياس الاطوال القصيرة، يبقى همسك المسطرة وهعمل ايه؟ وهبص كده في المسطرة، والمسطرة بتاعتي مترقمة، خلاص هعمل ايه؟ هرسم خط وقف عند 4 سنتي، يبقى كده انا وقفت الخط بتاعي مظبوط وما تزودش عن كده. يلا مع بعض يا سنة تانية نبدأ في حل الأسئلة. ضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي. رقم 1 800 سنتي. طيب في النص أنا مفروض أحط إيه؟ أحط العلامة سواء أكبر أو أصغر أو إيه أو يساوي. طيب عايز أعلمكم حاجة مهمة جدا قبل ما نبدأ نفكر إن إيه نضع العلامة. إن أنا دلوقتي عامل لي مربع فاضي في الوسط، خلاص، أو إن أنت بتحط إيه العلامة ايه في الوسط السؤال. طيب في وسط السؤال يعني انت دلوقتي عندك طرفين في الايه في المسألة بتاعتي. طيب لازم اتأكد اول نقطة ان الطرفين شبه بعض. ازاي يا ميس الطرفين شبه بعض؟ الطرفين شبه بعض ازاي؟ ان انا دلوقتي في سؤال الاطوال لازم تتأكد ان دلوقتي الاتنين سنتيمتر او الاتنين متر. ليه؟ لان ديت حاجة مهمة جدا في المسألة بتاعتي عشان ما تلخبطش، خلاص. يعني دلوقتي رقم 1 800 سنتي، خلاص 800 سنتيمتر. طيب وبعدين والجانب الثاني 900 سنتيمتر، يعني دي سنتيمتر ودي سنتيمتر، يعني وحدة القياس هي هي، يبقى كده المسألة بتاعتي مباشرة. يبقى كده هحط ايه؟ 800 سنتيمتر، يبقى نضع علامة اصغر من، يبقى كده المسألة مباشرة. طيب رقم 2، طيب تعال نقرأ كده، الطرف الأول 5 أمتار، طب والطرف الثاني 6 أمتار. ايه ده؟ يعني هنا أمتار وهنا أمتار، برضو كده المسألة مباشرة، يبقى إذن 5 أمتار أصغر من 6 أمتار. طيب رقم 3 بقى، هنا عشان كده طلبت منك يا سنة تانية اننا نتأكد ان الطرفين شبه بعض. طيب هبص تاني للسؤال التالت، 7 امتار في الطرف الاولاني، طيب نشوف كده الطرف التاني 700 سنتيمتر. طيب مين الشطور بقى اللي يلاحظ معايا ان هنا امتار وهنا ايه؟ وهنا سنتيمتر، هنا امتار وهنا سنتيمتر. ممكن ان انت تجاوب بطريقة مباشرة ان انت تقول لا ده 7 امتار، طبعا معروف ان 7 امتار دي الاكبر، يبقى هتقول 7 امتار اكبر من ايه؟ اكبر من سنتيمتر. طب خلي بالك بقى معايا، طيب انا عارف ان الامتار اكبر من ايه؟ من السنتيمترات. طب ما تيجي اقول لك حل اسهل، ايه رأيك ان انا دلوقتي عندي 7 امتار، صح؟ طيب 7 امتار دي موجودة عندي، طيب الطرف الثاني 700 سنتيمتر، 700 سنتيمتر تعالوا نحولها الى ايه؟ تعالوا نحولها الى امتار. طيب 700 سنتيمتر بتساوي كام متر؟ قال لي ان 700 سنتيمتر بتساوي 7 امتار، يبقى كده عشان كده قلت لك ايه؟ تركز كويس في السؤال. ايه ده؟ يعني هنا 7 امتار وهنا 7 امتار، يبقى اذا هنضع علامة ايه؟ هنضع علامة يساوي، هنضع علامة يساوي. يبقى اوعى تبص كده للمسألة كده بطريقة سريعة وتقول لا 7 امتار وهنا 700 سنتي والمس قايلة ان الامتار اكبر من 700، لا.
علشان كده انا طلبت منكم ان انتوا لازم ايه، ان احنا لازم نركز ان الطرفين شبه بعض، وطلعت في الاخر ان المسألة ايه، ان المسألة بنضع لها علامة ايه، يساوي ان 7 امتار يساوي 700 ايه سنتي. درسنا سهل جدا يا سنة تانية، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درسنا النهاردة باذن الله. وزي ما تعودنا معدنا مع سؤال المتفوقين. السؤال هو أكمل 9 أمتار يساوي كام سنتيمتر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.